يعني صعب يا دكتور محسن انه يكون الخضار والفاكهه هو الوجبه الرئيسيه. في بعض المعتقدات لما نقول الجو البرد هل يجيب برد ولا لا؟ ايوه يجيب برد. في فيروسات اهمها الراينو فيروس اللي هو الفيروسات بتاعه الانف. ايوه دي مع البرد بتنشط تتكاثر وتتوغل وتدخل من الانف على الحلق على الصدر، انما هي بتعمل دور البرد او الوعكه بتاعه البرد اللي هي بيبقى ما فيهاش سخونيه، المناخير اللي بتحرق اللي بتصر اللي فيه الزكام الحرقان شويه جيوب انفيه، وغالبا يومين ثلاثه وبيتحسن من غير سخونيه. نفرقها عن الانفلونزا اللي هي بفيروس الانفلونزا، دي اللي بتنزل بقى على الجهاز التنفسي وصداع بقى وسخونيه جامده ورعشه واجهاد وارهاق ورقده في البيت. يعني نقول دور الانفلونزا محتاج 4-5 ايام في البيت، دور البرد يوم يومين بالكتير. في فرق بين الاثنين دايما، في فرق كبير. مهم يعني دور البرد ما فيش سخونيه، الانفلونزا فيه سخونيه. اي حاجه فيها عطس وفيها المناخير بتنزل ما فيهاش مضاد حيوي. الانفلونزا في علاج للفيروسات اللي هو كان يعني التامي فلو والتامونيل، دول كانوا اشهر حاجه. طيب هل هم ضروريين لعلاج الانفلونزا؟ هم بيأثروا الدور، بدل ما يبقى 5 ايام بيبقى 4 ايام، بدل ما تبقى السخانيه 39 40 تبقى 37.5 38.5، يعني دي الميزه بتاعتهم. انما زمان لما انا كان بيجي لي انفلونزا وانا طفل صغير كنا بناخد سوائل دافيه ونشرب شوربه ويبقى الاكل خفيف، زبادي زي ما الاستاذ الدكتور ايهاب بيقول، حاجه فيها فيتامينات وفيها حديد وفيها كذا. اتغيرت دلوقتي، والام عايزه الولد يرجع المدرسه على طول، عايزاه يذاكر، عايزاه يروح الدروس، فبيبقى مهم قوي ان احنا ندي مضادات الفيروسات وما نديش مضادات حيويه. طب كويس قوي الكلام ده.